ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فائدة خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين على المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الإسباني. أشخاص المدرب وليد الكراكي يدير واش يلعب دفاعيا ولا هجوميا؟ إلا بغيتوا تعرفوا الرأي ديال المواطنين أجيو معايا. نظرك دابا المنتخب المغربي مع إسبانيا خصو غادي يربح، المهم أنه غيربح. باقي ما عطيتك السؤال غيربح. المهم أنه خصو يربح. لا يعني في نظرك المدرب اش خصو يلعب دفاعيا ولا هجوميا؟ خصو يحيح الهجوم، الهجوم خصو يهجم عليهم. حسيت اون ايكيب صحيحه خصو يهجم عليهم باش يربح. ما كاينه الهجوم، كاينه الهجم، هجم 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 وماركي بكل تواضع. وغادي نربحوا ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله كنتمنوا احنا من الركراكي يلعب بالخطه اللي لعب مع بلجيكا وكرواتيا ان شاء الله، وغيكون ربح للمغرب 2-0 ان شاء الله للمغرب. هذه هي الخطه اللي عاجباك؟ عاجباني الخطه اللي لعب في الاول، كيهبط البلوك شويه الوسط، كيلعب خطه ديال لونتراتاكس. ونتايا؟ انا خاصنا نلعبوا دفاعيا حتى الاخر عاد باش نلعبوا هجوم باش يكون هدف قاسين وديما. يلعبوا هجوميا ودفاعيا في نفس الوقت كيف ما موالفين تيلعبوا. نهاجموا وندافعوا. يهاجموا جماعه، الفرقه كلها تهاجم فهمتيني، والدفاع كله يهاجم، بمعنى انه من يكون لعاب شاد كره خص 4 ولا 3 ضروري. الكره ما تدوش، المهم ان اللي كنطلب من راس لافوكا ومع تحياتي ليه بهذه المناسبه انه يحاول يدير الخطه دفاعيه محضه وفي نفس الوقت تكون دفاعيه باش يقتل لي الصبليون. انا بغيت الصبليون نربحوها وبس. نتمنى من راس لافوكا ما يغامرش بزاف، حيت الصبليون هذه ماشي بحال شي منتخب اخر، حيت الصبليون تيشطوا كره وتيعرفوا كيفاش يلعبوا، والوسط ديال التيران تيحكموه، يعني الا غامرتي غنجيبوها في راسك. غادرتك بكل التواضع. ما خاصكش تغامر، ما خاصكش تغامر، وخاصك تجاري الماتش فهمتيني، ما تزربش من الاول انك تحطات من البدايه. وتنتمنى انه ما يلعبش بالتشكيله اللي موالف تيلعب بها، خصو يلعب دابا 5 اللور بجوج، اش خصو يلعب على يلعب على الدفاع، يخلي صحاب الدفاع والهجوم يخلي غير الزياش ونصيري. نصيري عارف ما غيدير في الماتش ديال كندا عجبني، واخا كان المره الاولى كيسجل شي اهداف ديال كندا عجبني، اما اللي كان يقدر يدخل الحمد لله في الشوط الاول وغادي يدخل نصيري في الشوط الثاني، ديك الساعه وغادي غيبان الماتش. والنتيجه؟ النتيجه نقدروا نربحهم، حيت ديك ذاك العام هما حاولوا يتعادلوا معنا، حنا تا ربحناهم وسالينا في الدقيقة 90 وغادي باش ماركاو لنا التعادل، حنا راه نقدروا نديروا معاهم أي حاجة حيت هما مين ولا دفاعيا؟ كيفاش يلعب دفاعيا؟ يلعب دفاعيا يعوموا عليه، بقينا لافوكا يكون راجل فهمتي يلعب كرة فهمتي، راه عندنا فرقة عندنا الناس الدراري قدام مزيانين، كاين زياد كاين لعابة مزيانين بوفال فهمتي، كاين ناس مو حكيم اللي عاس الناس يشقوا فهمتي، كيما ومع حكيم كيلعب في الاسبانيول كان نجي في اسبانيول داك الشيء دوز الكره كيعرف اسبانيول، يعني اللعابه يعني يكونوا مخاترين، المجاهد يكون مزيانه، يعني هذا هو المحك الحقيقي، المحك الحقيقي ديال المغرب هو هذا، لا ما نطبلوا فهمتي، دوك الفرق ديال الجروب اللي كنا فيه ضعاف كل شيء ضعاف فهمتي. هنا فينا تعرف المنتخب واش كاين ولا ما كاينش؟ هو هذا الماتش، بلا ما كيطبل هذه الله يا ربي الله ولا.